دي عامله ايه؟ الحمد لله، اخبارك ايه؟ تمام. ايطاليا بتلعب في ايطاليا؟ ده احنا لما بيبقى عندنا لعيب كوره بيلعب في ايطاليا بنعمل حفلات، يعني يا فرحتنا وهنانا ان عندنا لعيب كوره، كره قدم راجل يعني بيلعب في الدوري الايطالي. انت بتلعبي في ايطاليا دلوقتي حارسه مرمى، بتلعبي مع مين وبدات ازاي تجربتك في ايطاليا دي؟ حصل ايه يعني؟ رحتي ازاي؟ بدات ازاي؟ انا الاول بدات هنا في نادي الصيد، بعد كده كنت معاهم سنتين، بعد كده كنت المفروض ان انا اسافر مع اهلي. اول حاجه دورت عليها كان نادي، لان ده كان حلمي من صغير، لان اخويا كان بيلعب. فاول ما رحت هناك بدات مع نادي، كانت طبعا اللغه كانت صعبه عليا جدا، كانت واجهت حاجات كتير، ما كنتش عارفه اتكلم ولا اتحرك ولا اعمل اي حاجه. واحده واحده لغايه لما لعبت مع اول النادي ده 3 ماتشات، سبته ورحت نادي تاني، والحمد لله بقيت انا الاساسي دلوقتي. الاول ايه الصعوبات اللي انت واجهتيها؟ انت قلتي صعوبات واجهتها مع طبعاً اللغه، ايه بقى؟ اللغه، لان البلد اللي انا كنت فيها ما كانتش فيها نفس النادي، فاللي انا اسافر من هنا لهنا وفي السقعه، وكانت معايا مامتي، فكان الموضوع كان صعب جدا. واللغه طبعا خدت مني وقت كتير، بس الحمد لله كانت واحده واحده حاولت ان انا يعني اشغل نفسي، لان كنت لازم اعمل حاجه. مؤخرا بدات او بدا اولياء الامور يخلوا بناتهم يلعبوا كره قدم، زمان كان يقول له مثلا العبوا جمباز، ممكن لو العاب قوه ممكن كاراتيه، يعني بالي، يعني شويه حاجات كده بعيده عن الكوره. بدات ازاي معاكي الكوره؟ مين اللي كان صاحب الاقتراح ده؟ انت اللي كنت حابه ولا كان اهلك؟ اصل اخويا بيلعب كوره، فهو دايما مثل الاعلى، فانا حبيت الموضوع ده جدا. وكمان كان في المحله كانوا بيشوفوا ازاي بنت تلعب كوره. أيوة. كانوا طبعا انتقادات جدا، مش عارف ايه، بس انا الحمد لله ما كنتش بشغل دماغي، لان عيلتي كانت دايما واقفه جنبي، فما كنتش بشغل دماغي بيهم، والحمد لله.